الله معكم أخوتي المشاهدين بحلقة جديدة وموضوع جديد وضيوف جديد من برنامج جئت لأخدم عبر شاشتي تيلي لوميير ونور سات. حلقة جديدة وضيوف جديد وموضوع جديد، إلا أنه هالحلقة رح تكون الأخيرة لهالموسم، على رجاء أنه نلتقي مع بداية الخريف بموسم جديد. ومن هلأ لوقتها رح نضل نطل عليكم بإذن الله بمحطات متعددة. طالما هالحلقة هي الأخيرة لهالموسم، حبيت إنها تكون حلقتنا فيها هيك نفحة أمل بظل الأوضاع الصعبة يلي عم نمرق فيها بهالبلد على كافة الصعد والمستويات. حبيت ضوي اليوم على مسيرة 75 سنة من عمر نادي نشأ بمنطقة عزيزة علينا، انوصفت ببلدة الأدب والرياضة، مشان هيك كان اسم النادي نادي الأدب والرياضة. والبلدة هي كفرشيمة، جارة شويفات وبسيبة والحدد. 75 سنة مش كلمة بتتم، 75 سنة وبعده هالنادي بعطائه، 75 سنة وهالنادي بعد ما عرف الشيخوخة ولن يعرف الشيخوخة بإذن الله. نادي الأدب والرياضة بكفرشيمة محور حلقتنا الأخيرة لهالموسم من برنامج جئت لأخدم، لحتى نقول إنه الخدمة هي موجودة بكل المجالات ولسيما الرياضة يلي بتقدر تبعد الشباب عن كتير من الأفات. كيف إذا الرياضة ارتبطت بالأدب؟ من هالمنطلق بصرني رحب برئيس نادي الأدب والرياضة بكفرشيمة الأستاذ سليم الحج نقولة أهلا وسهلا أستاذ سليم، ضيف عزيز. شكرا. يعني ختامها مسك. تسلم. بآخر حلقة هيك ربنا راد أنه تكونوا معنا بآخر حلقة. ربنا راد صح. وكمان برحب بالأمينة سر نادي الأدب والرياضة السيدة ماري روز ماضي ملعب. أهلا وسهلا فيك ضيفي عزيزي. هلا يمكن أول مرة بتطلع على شاشة التلفزيون يعني. فلا وجهك فوتوجونيك، اسم الله عليك. موجه تحية لعائلتك وأهلا وسهلا فيكم. مبروك 75 سنة، لسنين عديدة ومديدة وضلكم بعطاءاتكم. شو بيعني له سليم الحج الأولى اللي هو مش بس رئيس نادي الأدب والرياضة، أنت زلمة عامل وفعال بعالم الرياضة بلبنان وعندك أكثر من بوست أخذته على صعيد الوطني يعني والعالمي. ليريت بتذكرنا شو هني البوستات اللي اخذتهم بصعيد الرياضة. اول شيء ابونا انا بدي اتشكرك على استضافتك لنا بحلقة برنامجك، اكيد مش برنامجك الاخير، بحلقة برنامجك اخر حلقة اليوم، وهيدا شرف كبير لنا انه نطل عبر شاشتك وعبر برنامجك. وبالنسبة لي بدأت حياتي انا الرياضية بنادي الادب والرياضة، وكنت احلم انه يكون عندنا نادي جامع شامل كل هالألعاب. ما كان غير نادي الأدب والرياضة هو المنفذ، نقدر كشباب ببداية الحرب، نحن كنا يعني بالحرب وعينا بالحرب، إلا هالنادي. وطبعا بفترة من الفترات تدمر هالنادي وبقي هاجس عنا أنه لازم نرجع نعيد بنائه ونعيد بناء ملاعبه. وانطلقت من هونيك إلى أفاق الرياضة الواسعة، لرئاسة اتحاد كرة الطاولة، ل نائب رئيس اللجنة الأولمبية، لمسؤوليات دولية، لرئيس المنتدب لاتحاد البحر الأبيض المتوسط. يعني بعالم الرياضة واسع جدا، وكل ما بتشتغل كل ما بتتطلب منك الرياضة مزيد من الوقت ومزيد من الشغل. بس أكيد ما في شيء بيكون ناجح إلا ما بيكون في متابعة وسهر وركض، تعرف حضرتك طبيعي. يعني أخوتي المشاهدين أستاذ سليم اسم الله عليه يعني ما بيطلع من الملعب منيح، بيلاقي وقت لعائلته وناشط وما بيقصر لا بواجب اجتماعي، يعطيه ألف عافية وأنا شاهد على ذلك. شو يعني 75 سنة؟
لنادي الأدب والرياضة، شو بيعني لك اليوبيل المصري؟ إرث كبير وحمل تقيل عم نتوزع حمله على مجموعة شباب بشكل إدارة النادي، بيشتغلوا مع بعضهم إيد وحدة كامستري وحدة لخدمة واستمرار هالنادي يلي هو إذا بدك بمكان هو مراية الضيعة الرياضية. وكفر شي ما مديني صارت بس نحن منحب ضيعة حافظة اسم الضيعة، حتى بنشيدنا قلنا كرمال أولادك وأولادي عمرنا بالضيعة نادي واتسترا. فبيعني كتير مش لقلي واحدة، بيعني لبياتنا، بيعني لكل أجيال الضيعة. بأوعيت أنا على هالهالي يلي اسمها نادي الأدب والرياضة، طبعا أنا فرد من مجموعة كبيرة مع زملاء لقلنا عايشين هيدا النفس، عايشين نعم. هيدا الحب يلي بشكل إذا بدك نوع من إرث كبير حلو لأهلهم للضيعة. فمن هون دايما بيكون حافز لنا للمتابعة بأي عمل لازم نحن نعمله باسم النادي. جود. هلا مجددا أهلا وسهلا مدام بيقولولك روزي مش روزي يعني معروفة بكفرشيمة كلها روزي روزي ملعب بس قولي روزي ملعب. روزي ملعب، أنت ليه انتسبت لنادي الأدب والرياضة؟ نادي الأدب والرياضة أولادي كانوا يلعبوا بالبين بون بالنادي وكنت طلعهم وكانوا كتير مبسوطين، يعني حس إنه مثل المنفذ تبعهم، فحبيت انتسب أول شيء للنادي وبعدين فتت بالعمدة وصرت نادي أمية السر بقى. بحب النادي. بس انت كمان ربيتي بهالضيعه اكيد على اسم نادي الادب والرياضه اكيد يعني. مرات البابا حتى طيب شو يعني امانه سر؟ امانه السر اذا بدك هي شوي الباز، يعني بالاذن من استاذ سليم من البريزيدان هي الباز، لانه هي بتنظم الامور الاداريه، بتنظم الجلسات بعدين. نعم. في فيلم هلا اذا بده ينعرض او شفتوه، هو لو ما من امانه السر مثلا ما كان فينا نوصل لهذا الفيلم، لانه امانه السر هي بتنظم المحاضر تبع. نعم. كل جلسه، ولازم المحضر يكون موضوعي ولازم يكون كيف بدي اقول لك ما يزيد ولا ينقص، يعني كل شيء يكون ما قل ودل 100% وحتى يكون صادق. نعم. يعني ما يكون في شيء زياده وما يكون في شيء ناقص. صحيح. بقى لما يكون بهذا التنظيم كل شيء المرجع بترجع له مثل الارشيف. نعم. فعشان هيك هذا الفيلم اللي انعمل يلي معقول نشوفه لو ما من أمانة السر السابقة والسابقة ما قدرنا نوصل له، يعني أمانة السر إذا بدك هي إذا بدك الأساس أنتر بارانتيز يعني هي التاريخ. هي التاريخ يعني أنت هي التاريخ. أنت مسؤولة عن حفظ إرث طويل عريض قد ما فيه بجرب 100% خاصة اللي سبقوني ويلي لاحقين، هو هذا هو التاريخ. تاريخ النادي ما فيك تلاقيه إلا من أمانة السر طبعا ومحاضر مبوّل. مية بالمية. ونحن لحسن حظنا إنه أرشيف النادي من تاريخ أول جلسة، الجلسة الأولى لليوم كله مأرشف ومنظم ومظبط، كله بعهدة زميلتنا روزي مثل ما الكل بيقولوا لها، يعني قد المسؤولية روزي. إيه الحمد لله. راضي عنا؟ أنا شو بدك تكون راضي علينا لأنه هي المتابعة الإدارية لكل أعمالنا. اليوم سؤالي إنه نادي الأدب والرياضة عم تقول عمدة هيك وتورطناها انه عمدة، لكن هي هي إدارية بالمفهوم هي في له نظام اكيد، يعني طبعا مين يعني لازم يكون في عدد معين للهيئة الإدارية. طبعا وشو مؤلف الهيئة الإدارية؟ الهيئة الإدارية بالبدايات قبل ما رجع انعاد احياء النادي مجددا. نعم. كانت عدد 11 بعدين 15، اليوم عدد اعضاء الهيئة الإدارية 17 موزعين على لجان من طبعا أمانة السر للجنة العلاقات العامة، للجنة الرياضة، لجنة الثقافة، لجنة المهرجانات، لجنة البيئة، عدة لجان وكل حدا منا عنده يعني مسؤولية يعني بيعملها. عم تقول شغلات بتتخطى الأدب والرياضة، أما بخانة الأدب البيئة والثقافة هذول طبيعي لأنه اليوم إذا ما عندك بيئة يعني هل قدي عندكم اهتمامات؟ أكيد انت بتعرف هيدي الضيعة بغنى عن التعريف. بيقولوا لها هلا روزي رح تخبرنا شوي عن كفرشيمة، لكن نترك هذا الحديث شوي عن كفرشيمة. حديث ذكريات كفرشيمة وتاريخها روزي اكيد ملمة يمكن اكثر مني بالموضوع، بس لانه نحن بنعتبر نفسنا
هيك معنيين بالشأن الأدبي والثقافي والبيئي والفني واتسترا، كون كل العظماء أكثر شيء ما الفنانين والملحنين والشعراء كلهم مرقوا على مسرح أدبا وال بمعظمهم مرقوا على مسرح أكثر شيء ما نبع يعني بلدة الألف مبدع يقال بلدة الألف إني أكيد أكثر من ألف فإيه لا لا شك إنه نحن مجموعة ناس منشكل هيئة إدارية لمدة سنتين تنتخب من الهيئة العامة يلي عديدة كبير بينتخبوا مثل نظام البلديات بمكان ما بينتخبوا المكتب التنفيذي، المكتب التنفيذي بينتخب البوستات تبعه مين رئيس مين نائب رئيس مين أمين سر مين أمين صندوق مين هالمسؤولين اللجان، وكل لجنة عندها حق تستعين بمن تشاء من خارج إطار الهيئة الإدارية من الهيئة العامة أو من خارجها من البلدة أو من خارجها لإنجاح عملها وفق مشاريع وبرامج معينة، وطبعا كلها بترجع بتتبوب برابورات بدقة شو صار مع كل لجنة وبيجوا عند روزي بيجوا عند روزي كلهم، ووقت الاجتماع تعرض كل هالاشياء تناقش وين اخفقنا وين نجحنا وين لازم نظبط اكتر وين، وكل المواعيد وكل الرزنامة كلها بتطلع من عند امانة السر. روزي هون بدي اقول لك اسالك شغلة بدك تعلق شيء؟ لا بقول لك الانترميديير اوكي بدي اقول لك انه لهيك نادي مشهور يعني بس تقول نادي الأدب والرياضة أكثر شيء ما كل لبنان بيعرفه، وحتى برات لبنان يعني حقق كتير إنجازات عالمية على صعيد الرياضة واحتضن نشاطات ثقافية وأدبية كتيرة، ومثل ما قال طيب يعني الحاضن أكثر شيء ما أكثر شيء ما لتحضن وتقدر تخلي نادي يستمر 75 سنة يعني الخميرة الخميرة جيدة ممتازة يعني جايب. يعني أنا شاتي مجروحة سواء بكفر شيمة أو بسيبة وأنا ابن شويفات يعني نحن عائلة وحدة صح. خبرينا شوي هيك عن كفر شيمة، ضويلنا شوي عن كفر شيمة ونوجه تحية لكل أهلها يعني. أكيد بنوجه تحية كفر شيمة. الحلو فيها أنه بعدها ضايعة يعني بعد مع أنه فيها كتير غربية وصاروا من أهل الضايعة، وحتى الناس اللي بقلبها محبين وطيبين وبعد عندهم نفسية وتقاليد وعادات الضيعة نعم. يعني بعد بعد النخوة موجودة 100% أكيد. 100% يعني نعم. عم تحكي صح عم تجسد الواقع مثل ما هو مدام روزي، والمحبة موجودة وفيها أدباء فيها شعراء ما رح سمي هلا يعني حتى ما بعدين مش الموضوع ياخد وقت كتير، فيها أدباء معروفين نعمل شي حلقة خاصة أكثر شيء ما إن شاء الله فيها فنانين عملنا معروفين. أنا استضافت سبق واستضافت رئيس بلدية أكثر شيء ما مرة وضوينا عن هذا الموضوع ايه. بس اليوم نحن نادي الأدب والرياضة، فإذا كفر شيمة فيها أدب ورياضة وفن يعني هيدا الريزيميت إذا بدك كفر شيمة. كيف موزع حارات موزع كفر شيمة يعني موزع أحياء منظمة ومثل حياة الله ضيعة نموذجية كنايس فيها كنايس عديدة كنايس وفيها من كل الطوائف ومن كل الأديان وكلهم عايشين بتعايش مشترك وكتير حقيقة عم تحكي صح. أنا بدي أضيف شيء على قلته روزي إنه إضافة لعدد الكنائس الكبير يعني اللي بيتجاوز 10 كنائس في عنا 13 مدرسة وثانوية بكفر شيمة، وبيجي على كفر شيمة يوميا حوالي 8000 تلميذ يعني مش هينة ضيعة مثل كفر شيمة تضم 13 مدرسة وديش بيطلع منه النوابغ، ومن هون يضاف أو مش يضاف بالبداية بلدة العلم والنور بلدة العلم لأنه لليوم بعد محافظة على إرثها الأكاديمي والتعليمي، وبيجوا من كل المناطق مش بس هودي لأبناء كفر شيمة، 13 مدرسة بتستوعب تلاميذ من بيروت من الجبل من كل المناطق، ومن هون شهرتها بالعلم والأدب. فإذا من خلالكم منجدد التحية لأهالي كفر شيمة والجوار. سيد سليم اليوم احتفلتوا مؤخرا ب 75 سنة على إنشاء تاريخ تأسيس نادي الأدب والرياضة، وأنا كان لي الشرف أحضر هالاحتفال شرف لنا وانبسطت فيه انبسطت، وعلى الجمع أنه بعد غياب والكورونا أثرت. خبرنا شوي عن الاحتفال كيف كان جو الاحتفال، ويمكن هلأ أكيد المخرج رح يمرق لنا بعض الصور من هالاحتفال. ليش سمعتك بالاحتفال تتأخر الاحتفال طيب. 6 أشهر تقريبا خليني أقول لك ايه؟ فكرة نادي بكفر شيمة الفكرة الحضارية بديت بفترة الاستقلال
مع أول حكومة مستقلة عن الانتداب الفرنسي. نعم. كانوا يجتمعوا ويتلاقوا، وناس بتحب المصارعة وناس بتحب الركض وناس بتحب الفوتبول، وكانت رائجة، وكرة الطاولة كانت لعبة جاي جديد على لبنان مع الإرساليات الإنجليز بديك الفترة، ولقيت موقع بكفرشيما يتمرنوا. فرشيما مشهورة بكرة الطاولة البينج بونج، يعني ما في بيت ما لعب بينج بونج على طاولة الصفرة وبالجنينة وعلى السطح، حتى عندي بالبيت وحتى عندك بالبيت وعندنا بالبيت وكل الناس. حاسس انك شاطر كثير بالبينج بونج. بقى فكرة نادي الأدب والرياضة فكرة إذا بدك أطلقها الله يرحمه الرئيس المؤسس أديب الفتى، وأخذوا الرخصة والعلم والخبر بسبعة واحد سنة الستة وأربعين، سنة السبعة وأربعين. سبعة واحد يعني نحن مفترض كنا سبعة واحد 2022 كان يكون الاحتفال. 100% وكان. تنهار عيد الغطاس يعني. كان. عمدتوه. تعمدنا، فكنا ناويين على احتفال ضخم بهذا الوقت، وإذ كانت موجة كورونا كبيرة وبالألاف. حتى كان عندنا أربع خمس إصابات يمكن روزي ما هيك وقت السبعة واحد. كان راح يكون في كتير ناقص. فراح تأجيلها لهذا الوقت، أو بالأحرى كنا لنيسان، ومن نيسان صار اقتراح أنه تروح لبداية الصيف. نعم. فطبعا نحنا كنا بنحلم أنه نعمل مهرجان ضخم بملعب الفوتبول يلي بيقدر يستوعب ألاف الناس، ونعمل شيء على مستوى كتير كبير. لكن بعد الحذر من قصة الكوفيد بعده موجود، وقلنا بنختصر بحوالي 60 شخص تقريبا، والمكان يلي حضرتك كنت موجود فيه هو الاوتيل بيلودج يلي هو لرئيسنا السابق الله يرحمه امين جرجي صابر، يلي له صولات وجولات، وكان هو احد القادة اللي قدر وصل النادي لمراحل كتير كبيره وعالميه بالرياضه، استيعاب واستقدام فرق من برا. نعم. وكذا. نعم. قصه كبيره. عائلته دايما بتحب تكون حد النادي، وهو كان دايما حد النادي، وحتى أطلقنا قاعة رياضية حلوة كتير بتحمل اسم أمين صادق. هلا نحن أخوتي المشاهدين كل هالأمور اللي عم يحكوا عنها خينا سليم ومدام روزي لح نشوفها بفيلم وثائقي مدته تقريبا بين 16-17 دقيقة بجسد تاريخ هالنادي من وقت نشأته للتاريخ الحديث. بآخر هالحلقة لح نشاهد هالفيلم الوثائقي اللي هو لح يكون أول مرة بيطلع على شاشة التلفزيون عبر تيلي لوميير، يعني خصصونا فيه، هيدي شغلة جيدة. بس خلينا شوي نضوي عن النادي اليوم كنادي، شو في ألعاب، شو في كيف، يعني هو مدرسة أكاديمية، خبرينا شوي عنه. نادي هلأ ما عاد نادي صغير، صار نادي مش بس كمان لكفرشيما، للمنطقة تقريبا كلها، لأنه بضم كتير. أول شيء ألعاب رياضية، في بينج بونج، في فولي بول، في فوتبول، في باسكت بول، في تايكواندو، في إشاك، ما في الناس يشي جميلاً هون هن. جيمناستيك. ألعاب كتيرة. بقى وكتير عم يستقطب الأولاد والكبار والصغار، حتى بيعملوا بعد الظهر للنسوان أيروبيك، في زومبا أظن. فمن كل الأعمار عم يجوا، قبل الظهر في كولوني، وحتى للولاد يلي ذوي الاحتياجات الخاصة كمان النادي عم يستقبلهم قبل الظهر بكولونية مخصصة مع ناس مخصصين وكل شيء منظم. وبعد الظهر في أكاديمي فوتبول، في باسكت بول، في فولي بول، كل الألعاب عم تكون موجودة، وكتير كتير عم بيكون صدى حلو، والناس كتير عم تجي، يعني صار مثل المركز وين بدنا نروح بدنا نطلع على النادي، شو بدنا نعمل بدنا نطلع على النادي. هو بس اهالي كفرشيما يما هو؟ لا لا لا, لا المنطقه كلها صارت هلا من من, من, من كل لبنان بيجوا. اضافه للالعاب اللي ذكرتهم زميلتي، نحن استحدثنا مؤخرا رياضه البليار، الرياضه الراقيه جدا، وبصدد انشاء فريق منافس يعني، وقاعة سبيشل للبليار، يعني بيضم هالنادي العاب من جميع الانواع الفكرية والترفيهية والألعاب الرياضية والمنافسة بكلها، والألعاب عندنا حتى بالليل عم يبقوا بيلعبوا بليار بيلعبوا إشاك كل يوم بفوت على النادي بين 500 و600 رياضي ورياضية من مختلف الأعمار، ما في تحت 500 رياضي كل يوم بفوت بين الأكاديميات وبين الفرق، وكلهم بيعرفوا سوريا بونا، كلهم بيعرفوا أنه النادي منظم والنادي فيه له شروطه وقوانينه، يعني ما حدا بفوت لا يضيع وقت او يعني لا يضيع وقت. هيدي هي مهمه كثير. اهم شيء هيدي اللي بيجي عارف حاله جاي قلة اخلاق او مش رح يلتزم تضيع وقت، الله رح يلتزم بامور النادي ممنوع يفوت. طبعا اكيد في اشتراكات. لا رح خبرك نحن هيدا نادي الضيعه،
منه برايفت كلاب. نعم. نحن كنادي ما بنستوفي اشتراك من حدا ابدا. نحن عندنا حوالي 16-17 مدرب بالفئات العمريه وللفرق الاساسيه. هول المدربين نحن مسؤولين عن الفرق اللي بتنافس، بندفع اجارات المدربين اللي بيجوا يتعلموا رياضه ما بيدفعوا لنا، في منهم كثير ما بناخذ منهم يعني، وبعرف ما بياخذوا منهم. هول بيدفعوا البعض منهم للمدربين اتعبهم، لانه اليوم المدرب بده يجيب سيارته بده يضحي نقليات نحن علينا عبء كثير كبير. اليوم كهرباء، اذا امنتوا كهرباء، كهرباء بيأديك بالملايين، ما بدي احكي قد ايه، بالملايين يعني، مي وخدمات وصيانة صيانة ما عم نعمل، الله يسترنا يعني، قلنا 3 سنين ما عم نقدر، لمبات البروجكتورات، الإضاءة، الدهان، الأشياء ما عم نقدر نعملها لأنه صار مكلف كتير. إيه بس والدهان صار عم يعلى عنا، وما بعرف قديش فينا نصبر ونصمد ونستمر بفتح المجال للناس تعمل رياضة وتكون متنفس لها. يعني نحن واصلين على محل بعتقد أنه إذا أبواب الشتاء مثل ما عم نعمل نشوف حساباتنا، طبعا بصير الليل اطول وساعات الليل بتبدا بكير، وعمليه صرف على الطاقه مش رح تكون متوفره. يعني نحن رايحين على مشكله يعني ان شاء الله. لا يعني نحن هون نستغل هالحلقه لنوجه نداء للخيرين والمحبين والمحسنين انه ما يتركوا نادي الادب والرياضه بكفرشيما وبكل لبنان. يعني هذا نداء من وجهه للمعطائين المحبين. تسلم. بلم الأولاد يعني مثل ما قلت أبونا بالإنترودكسيون تبعيتك بالمقدمة، إنه الولد بس يتعود على الرياضة من هو صغير، لو وين ما راح بده يرجع للرياضة. الرياضة أساس باز. لك أنا يعني خوري اليوم بيعرف بس الأبونا. خلقت بجو رياضة، وأنا كمان يعني تعلمت بمدارس كفرشيما بين شويفات وكفرشيما، وربيت على الفوليبول على فكره كفرشيما يعني، وحبيتها مدرسه الفوليبول. ولا بوصل لوقت انه بترجع بتحب الرياضه، الرياضه حلوه وبتعطيك هيك نفسيه حلوه وصحيا ونفسيا وكل شيء. نعم. وكمان ايضا انك انت بتبعدي هالشباب وهالصبايا عن هالافات للاسف، يعني خصوصا المخدرات اليوم اللي اكلت اولادنا وشبابنا. الله يعني الله يستر منها. مشان هيك انتم عملكم جبار اليوم، لا قادرة بلدية تساعد، لا قادرة وزارة شباب ورياضة تساعد. يعني كانوا زملائك بحلقة سابقة أستاذ نديم حكيم وأستاذ ميشيل أبي رميا كانوا عم يحكوا عن هذا الوجع اللي عم بيعيشوه النوادي اليوم. صحيح. على صعيد المادي يعني، وكنتوا قبل تقلوا تعملوا حفلة شيء سبونسر رعاية كله، اليوم ما في شيء للأسف. أضف إلى هول أنتون أبونا إلى جانب أنه نبعد الشبيبة من بعدها عن الآفات المضرة بالمجتمع، من مخدرات، من عادات سيئة، من وبالنهاية هودي اللي بيجوا على الرياضة بيكونوا عم ينسقلوا لحتى يكونوا كمان بمكان ما، يروحوا على الكنيسة ويروحوا على القداس ويتابع. يعني ابن الشارع بتكون عملت إنجاز إذا أنت تقدر تضبوا على قافة معينة. يعني عندنا رسالة نحن. صحيح. إذا بدك حتى في كتير حتى في كتير أولاد بالقطع عن حديثك كانوا يلعبوا برات النادي، كانوا يعني مش عم بيعرفوا وين بدهم يلعبوا او حتى على الطرقات، انضموا للنادي. انا بعرفهم انضموا للنادي وحتى بدون رسم، بس لحتى شوي ينضبوا، كثير مبسوطين واهلهم مش عارفين كيف بدهم يقدروا الموضوع. خليني اقول شغله بس مهمه بالنسبه لموقعنا بكفرشيما، بغض النظر عن انه رسم او رسم، نحن النادي مجاني لكل الناس اكيد. نحن وعينا جيل الحرب على منطقة مغلقة اسمها كفرشيما، يلي هي حدودها من كلية العلوم بالحدد، بترد على شويفات، على منطقة عين عنوب، عيتات، بترد هالمنطقة لترجع تلتقي بمحور الودايا من تاني ميل، يعني أكثر من تلتين السير. نسيت بسيبة، أوعى تنسى بسيبة. ما رح ننسى بسيبة، بقوموا علينا. لا عقل نحن نخور بسيبة كمان. نحن بنعتبر بسيبة وكفرشيما ضيعة واحدة، وأنت بتشوف هذا الشيء وبتلاحظ إنه دائما نحن بنقول بسيبة وكفرشيما. لا هيدا انا الحق يقال اختبرت هالشيء، يعني حتى بالوجبات الحزينه انه الكل موجود بلحظه وفاه كفرشيما، بتساهم مع بسيبة وبسيبة بتساهم مع كفرشيما، وحتى بالافراح يعني الافراح والاطراح عن جد يعني بحسهم عيله. بالايام الصعبه الكتف على الكتف، بالذكر ما تنعاد. بس انا اللي بدي اقول لك البيت القصيد بهذا الموضوع، انه نحن ما لازم نحس انه كفرشيما اللي هي بقلب بيروت الكبرى وعلى تم بيروت
إلى نوع ما مغلقة. نحن ما عندنا سوق تجاري بيمرق مثل شويفات والحدد ومحلات شمال يمين لجاليري سمعان لخلدي. نحن كفرشيمة ضيعة بدك تفوت عليها تقصدها لتمرق. صحيح صحيح. دونك عامل التجاري والاقتصادي فيها ضعيف لأنه بتمرق الطريق عن من بعيدة عنها عن طريق صيدا القديمة اللي هي كفرشيمة عندها فتحة كتير كبيرة عليها. زائد أفراح وأطراح ومدري شو ما بيكون عندنا تفاعل اجتماعي بيننا وبين جيراننا. المحور يلي كان فيه نزاع بالحرب للأسف سنوات الحرب العجاف تنذكر ما تنعاد. فكان عندنا نوع من أنه نحن يا عمي هالنادي هيدا لازم يكون منفتح لكل هالناس نتبادل نحن وياهن المباريات والتمارين والزيارات وننفتح على بعضنا أكثر بكتير ما نكون نحس حالنا أنه بعده إذا بدك أثر الحرب موجود على نفوسنا. لا نحن هونيك ما فينا نروح وما فينا نجي وما فينا نتبادل نحن وياهم لا التجارة ولا الثقافة ولا الاجتماعيات ولا المقصود بالثقافة إذا نمط العيش. إن نادي الأدب والرياضة اسمح لي أقول خرق الحواجز حقيقة هاي وكسر الحدود وخلى أنه يستقطب ويجمع يعني يرجع يخلق هالتعايش خلطة هالخلطة الحلوة يعني إنه أنا بشوف يعني بالملعب فيه من كل المناطق موجودين كله أهلا وسهلا فيه أنا بعرف أحبائنا بشويفات كلهم قدي بيسنوا عن نادي موجودين دايما بنشاطاتهم. روزي عندكم شيء هلأ قريب يعني نشاطات او دورات او شيء يمها بنسال؟ لا لا في اكيد امانة السر لازم يكون عندها معطيات. لا في انا اعمل شيء بلا امانة السر نحن اليوم وبكره وبعد بكره في هلا نحن بتكون مرقت الحلقه يعني بهالاسبوع خميس جمعه سبت هذا الخميس جمعه سبت 21 22 23 تموز في رباعيه فوتبول باسم زميلنا الله يرحمه ميشيل حداد الله يرحمه ايه ميرسي بقى عاملين مثل ذكرى له او دوره بتحيه وفاء له لانه ابو جورج له فضل على صحيح بلاد. صحيح يعني بنستفقده بشوارع كفرشيمة يعني اليوم صدق. والنادي كمان ما بقوله هو ركن فقري. اساسي ركن اساسي من فعلا ركن اساسي ومن الناس يلي تعبوا فيه تعبوا فيه لصار هالنادي حلو. فهلا هالثلاث ايام اكثر شيء هلا يعني هلا دوره فوتبول تبدا اليوم تبدا ب 20 ب 21 بتنتهي خلينا نقول ايه بتنتهي ب 23 نهار السبت بمراسم معينه بهيك نوع من احتفال طبعا بيحمل اسمه وبيخلده وهيدا شيء يمكن نعمله نحن سنويا وبي على المدى المنظور هيك برزنامه مليانه مشاركاتنا بكل البطولات الرسميه الاتحادات المنضمين نحن لها بنشارك فيها فرقنا كلها عم تتحضر نحن موقفنا عن البينبون انه ربحوا فريقنا نحن كمان وطلع على الدرجة الأولى بامتياز وطلع ربح بطولة طب لكن لا بس أنا دايما بفكرة أنه نادي الأدب والرياضة كفرشيمة أبرز شيء هو بيمبون لأنه دايما بيقول بس أقرأ شيء عن البيمبون فاز من نادي الأدب والرياضة يعني ما بشوف باسكت أو فوليبول أو بلا منشارك لكن نحن منا بالدرجة الأولى بهودي الألعاب لأنه هودي ألعاب مكلفة جدا جدا ولا نحن ولا الضيعة فيها تحمل هالقد مصاريف لفرق رياضية يمكن كلفة البينج بونج أقل شوي وهي الضيعة وعيت على تراث البينج بونج يعني تصور أنه اتحاد اللبناني لكرة الطاولة تأسس بكفرشيمة تأسس ب 18 شباط سنة 64 عم بعطيك تاريخ بفضل أمين صابر الله يرحمه وشوقي وكان معهم مجموعة ناس من جورج هاني ميشيل سباط سبيرو أبورجايلي شوقي القارح الله يرحمه كمان وعصام قباني كانوا مجموعة ناس ويضلوا بكفرشيمة باعتبار كانت أول مرفق رياضي أو من الأوائل وانطلقت اللعبة وتأسس الاتحاد بكفرشيمة وبعدنا نحن محافظين على الإرث وبعد أولاد كفرشيمة بياتهم بيلعبوا بينبون بيلعبوا بينبون أولادهم عم يلعبوا بينبون مشان هيك بتحس إنه دائما نحن بالمراتب بيشتروا طاولات بينبون للبيت لألهم أولادي شاريين طاولات بينبون كمان بحبوها لا حلوة هلا مشان هيك بس مش معناتها مقصرين بغير ألعاب قد قدرتنا لانه اللي بيفشخ فشخه بتعرف اكبر من قدرته عنده مشكله بصير في بون فرديه كمان يعني الواحد بيقدر في كثير العاب فرديه تايكواندو فرديه جمناستيك فرديه لكن البينبون نحن محلقين فيها اكثر وراح نضل بعتقد لانه بنعتبر حالنا بي الصبي شو اخر هيك شيء حصلتوا عليه او حققته اللي قلناه هلا من حوالي تقريبا شهر ربحنا بطوله لبنان بالفرق درجه اولى بالفرق وانتقلنا للدرجه الاولى
إيه لأنه نحن بفترة من الفترات نزل فريقنا من شيء 4 5 سنين، وهلا طلع بقوة ومنافس قوي رح يكون بالبطولة الدرجة الأولى لموسم الجاي. إضافة للأنشطة والبرامج ما بتهدى، مدام روزي بتعرف خبرينا من بداية نيسان كان عندنا اليوم الرياضي بالتنسيق مع البلدية. خلينا روزي تحكي إيه إذا حافظته صراحة بناخذ لها دورة. لا روزي تفضلي أكيد. لا عملنا كثير نشاطات في ذكرني سجي. لا لا قال لك شغله دخلك بس هون انه انتم كمان كان عندكم مساهمات بخصوص الكوفيد، يعني مثلا عملتوا شيء حملات توعيه او شيء؟ نحن بيوم هيدا اليوم الرياضي اللي كان عندنا نحن ناس عم تعمل بي سي ار ببلاش لكل يلي عم يجوا على الملعب حتى من برات الكفرشيما. هيدا من باب المساهمات، نعمل أنشطة رياضية مدروسة بشكل أنه يكون فيها تباعد وهيك، وما وقفت. حتى نحن عملنا شيء على مستوى كتير كبير مع الأمم المتحدة، ورجعنا عملنا اليوم الترفيه الرياضي يلي ضم ألاف إذا بدك الرياضيين والناس، وهكذا دواليك يعني ما عم توقف الأنشطة. تقريبا كل ويك أند عم بيكون في شيء. تحضر دائما بتجي يعني تجي على نادك يوميا يما في تقريبا؟ نعم تقريبا نعم. يعني على القليله 3-4 مرات بالاسبوع بطل، حتى لو ما في عنا اجتماعات اكيد ايه بتتابع وبشوف تسجيلات قبل الظهر بعد الظهر. سليم بيك سؤال اليوم، هلا نحن بعد شوي رح نشوف فيلم وثائقي عمل عن تاريخ، شو بدك تحكي عن هالفيلم؟ شو بدك تقول؟ بدي اتشكر الناس اللي تعبت علي. انا حقيقة كان هيدا حلم بيحكي عن وتحية وفاء للناس اللي مرقوا كلهم بالنادي، وبيكون محطة لطريق 100 سنة. اشتغلنا عليه كتير مع مجموعة ناس منهم بالنادي مثل مدام روزي، مثل زميلتنا المسؤولة الإعلامية ندى عبد النور، الى جانب نوجه لها تحيه لندى. ندى عندها كوفيد رح تخلص منه سلامتها، عندها كورونا بعد وقايه كثير كانت كثير تنتبه. بس بريف كلنا انتبهنا، ولكن مثل ما كتبت بالمقال تسلل خلصة الى بيوتنا، عم يتسلل بسبب من تاريخي واهمال يعني ان شاء الله. يعني فهالفيلم هيدا هيك بالملخص، في ناس اشتغلوا عليه بكل حب وايمان مثل مدام ريتا نجايم الرومي يلي هي مسؤولة عن البرامج بالإذاعة اللبنانية ومن الإعلاميات الكبار بالبلد، موجه لها تحية كمان. تماما موجه لها تحية. وإلى جانب أنطوان سمير سليمان ابن الفنان الكبير المطربة ماري سليمان، كمان هو عمل إخراج وشتغل كمان. تحية لماري يعني تحية زميلتي بالصف الغيبة الحاضرة إلا وينك غيبة طلي. معك حق. إضافة لمجموعة ناس اشتغلوا على الفيلم، يعني النص وتبويب النص، والهيدا كان مع زميلنا فريد كلارجي فكرة وإعداد وشغل. كمل لي، مش بس كلارجي، كرمها كلارجي كرم واحد بس ربطنا بأمرك، هو بيعتز بقربه لك ويمكن كمان نفس الشيء بتبادلوا خيو صديق من القلب بنعيط لبعض ولاد العام بيت العام. بقى مجموعة ناس اشتغلوا عليه، استعنا بأرشيف كتير كبير من عدة مطارح من عدة زمان. أنا لفت لي نظر، أنا بدك الصراحة بالحفلة التكريم اللي عملته لما حضرت الوثائق شدني، صرت أفكر أنا أنه لازم ينعرض على لأنه هذا تاريخ. ربنا هيك ضبط الأمور وجمعنا اليوم حتى هلأ بآخر هالحلقة نحضر هالوثائق اللي حيكون حصريا بالبداية على شاشة تلالمير مرسات. أكيد أكيد، وهذا شرف لنا. فهون كانت التحية لناس أسسوا وبنيوا وفكروا وأريوا الحضارة وأريوا وجهك. إخراجه حلو كمان وتسجيله حلو والتعليق كله شغل عليه 5-6 أشهر. يعني أنا كنت أقول مثلا أنه فيلم 10-15 دقيقة بده ينشغل عليه أشهر، بدي نشغل عليه أشهر لأنه بدك مراجع، بدك مصادر دقيقة بدك صحيح. صور حي صحيح. بدك فيديو، بس نحن عنا فيديو سنت ونهار الافتتاح طبعا النادي بحضور استعنا فيها كتير، ما هي ما بتحب تحكي إلى حد ما أنا هلأ بدي أحكي بوجودها، هي
بتشتغل بالظل ولو بروفايل وما كانت رح تجي على الحلقه وليلى ما بيصير بدك تطلي، هي بتحب انه تشوف الاشياء منظمه. هذا فعلا روح القدس. لا مش هالقد مش هالقد. لك في شيء في شيء منها يعني نحن اول شيء بنشرح نجملها نعمل بكل شيء نتوسم ما نطمر الوزنات ونعم الروح القدس اللي فينا. فالله الله اعطيك هالنعمه يعني. اي نشكر ربنا بنتوسم خير لما بتكون هي يعني بتتابع الاشياء لما بتحضر على الارض لما نطلب نسألها عن أي مرجع بتقدر تعطينا إيه بنظمة أمورها وهذا الشيء بيساعد بإدارتنا القوية يعني عندنا إدارة قوية كمان كمان سمعنا النشيد والنشيد النشيد كمان كتبوا زميل لقلنا بسام أبو أنطون وأنشدوا الفرسان الأربعة معروفين ومشهورين ولحنوا حدا من وادي شحرور ملحن ومطرب مشهور مجد الغاوي معروف وطبعا كان بردا الله يرحمه استاذ ملحم بركات بيدكون عرض عليه قبل ما تسجل ومن بعد ما تسجل يعني لانه كفر شي ما في مستوى معين ما فيك تنزل تحت. صحيح شو مستوى شغله كبيره شغله كبيره في ليمون وهبي ملحم بركات عصام رجع قد ما بدك منير عبد النور هلا يعني حليم الرومي وماجدة الله يطول بعمرهم يعني ماجدة ومناس ماري سليمان يعني والمسيرة يعني ما بدنا هلا في مجموعة جديدة طالعة رح تفاجئ لبنان والعالم ان شاء الله ان شاء الله يعني ما لازم توقف كفر شيما عن هال روزي شو بدك تقولي لنا هيك شو بتحلمي لنادي الأدب والرياضة لل 25 سنة الجايين وان شاء الله هيك ان الله راض تضل موجودة اكيد يعني ونحتفل نحن وياكم بالمئة سنة يعني ان شاء الله الله يطول عمرك لا الله يطول عمركم كلكم يعني يطول عمرك ابونا هلا بهالبلد ما رح يخلوا لنا عمر يعني بس بس شو بدنا نعمل بدنا نقاوم قد ما فينا ونواجه هلا ايام الصبر هيدي والله كثير بشوف شيء حلو للنادي لانه مثل ما ببلش مثل ما عم ينشغل ومثل ما عم ينحط البلان كله على ارض ثابته وكله لنظره لقدام يعني ما عم بينعمل شيء استلشاء او هيك المهم يمرق كل شيء منظم كل شيء مدروس لبعدين إن كان بالفرق الرياضية إن كان بالأمور الإدارية إن كان بالتنظيم كل شيء عم بينعمل على النقطة والفئة 100% هلا بكل المواضيع لك هو وجود المرأة كمان بيساعد بالتنظيم لأنه الفكر النسائي منظم أكثر نحن شوية هيك بناخد الأمور يلا لأنه بيكون مع جوئين لا مش أستاذ سليم على أستاذ سليم هو أورجنايزر مهم يعني احنا بنعرف هالشيء بس كمان هو عم يستعين معكم بالهيئة الإدارية لو ما في هيئة إدارية ناجحة ما كان في نادي ناجح كل شخص بالهيئة الإدارية عم يشتغل شغله للآخر ليش عم بقلك إنه كتير دي أعضاء الهيئة الإدارية اليوم 17 هلا بالفيلم وثائقي بنشوف صورتهم اخر شيء بالمبدا يعني اي بنشوف صورتهم انا حافظ صوره ايتم ليك ما انت عرفت علي رحبت في اعلامي ايه ما انا قالوا لك لما عم ترحب بالكهنه قالوا لك الياس بغير بالاعلامي كمان في اعلاميين كانوا موجودين بال بالسهره يعني كمان عم بيساندوكم وعم بيواكبوكم اعلاميا هيدي شغله خليني اقول لك كفر شيء ما فيها 12 اعلاميه ومشهورين واذا بدي عدون يمكن انسى حدا يعني من مدام هدى صياح عزوري ليولا سليمان لانجليك مونس طعمي لريت تنجيم للعيلة لكتار يعني في حدا هون كمان عندكم بال بنور سات ريان الفتى عندك مجموعة صبايا 12 اعلامية وكلهم عندهم طليتهم وكلهم عندهم وجودهم وبصماتهم هالقد كفر شيما يعني انا اكيد ما في ضيعه بلبنان عند 12 اعلاميه صدقني وكلهم بارعين شو بدي اقول سليم الحاج نقول رئيس نادي الادب والرياضه بكفر شيما بهالدقيقتين الاخيره يعني بدي اتشكرك قبل ما ننتقل للوثائق يعني النادي تاريخ النادي ضويت على النادي من خلالنا انا بدي اتشكرك من خلال مجموعه ناس بهالضيعه كفر شيما شو ما عملناه لقليل وانا بشوف الى جانب محبه كل اهل الضيعه بشوف كفر شيما هي هاللؤلؤه الحلوه يلي بتطل على بيروت وعلى البحر المتوسط ويلي ظهرها جبل وجه افاق الدنيا كلها لاخر المعموره ويلي عطت كل العالم وما في حدا ما بيسمع وبيعرف شو هي كفر شيما انا بدي اقول لك انا بدي اتشكرك كفر شيما هي امنا كلنا وما ننسى الرهبنه
البسيلية شوي. أكيد ما رح ننسى، ما أنت كأنك قاعد ببالي وعارف شو بدي أحكي. فعلا رهبن البسيلية الشويرية لعبت دور كتير كبير بإرساء قواعد الأدب والرياضة، ومن خلال هالأرض يلي سمحت على بناء هالمنشأة الحلوة، الأرض التابعة ملك الرهبن البسيلية الشويرية. حتى الرهبن البسيلية الشويرية عندها إذا بدك اطلاع على كل عملنا ومتابعة على كل أنشطة، ورعاية أبوية كمان، ورعاية أبوية، ونحن يعني الله نعم علينا برعاية أبوية من كل طوائف هالضيعة. والدير الأرقفي اليوم أنت بتعرف أبونا عنده مساحة أرض ممكن يقدر يساعد فيها الشبيبة، وهذا اللي صار. فنحن منكمل رسالة، منكمل رسالة الرهبنة، ومنكمل رسالة الكنائس ورسالتكم أبائنا لجمع هالشبيبة وصقلهم وتوجيههم بالاتجاه الصحيح لخدمة المجتمع، ويكونوا هن أولاد كنيسة، أولاد رعية، أولاد وطنيين. أكيد لأنه أكيد. كمان نحن بدنا يكون عنا انتماء وطني مهم. أخوة المشاهدين، بودعكم على أمل اللقاء بموسم جديد من برنامج جئت لأخدم. رح جرب إذن الله طلع عليكم بمواضيع وضيوف جديد. كمان بودعكم إن شاء الله يعني، وعلى أمل أني أعرض هيك ريبورتاجات ميدانية نضوي فيها على أمور متعددة. هالمحطة تلوميير ونورسات صاروا جزء من حياتي. الأسبوع يلي ما بيجي فيه على لهون على المحطة بحس إنه في شيء ناقصني. بشكر الله على كل العاملين بهالمحطة والقيمين عليها وعلى إدارة البرامج، وبعرف إنه عم يشتغلوا من الضعف قوة وعم ينتجوا. قبل ما أترككم مع الوثائق اللي بيحكي عن تاريخ نادي الأدب والرياضة بكفر شيما، الوثائق المهم اللي خصصوا فينا لنعرضه على تلوميير ونورسات، بشكر مجددا استاذ سليم الحج نقولة على حضوره وعلى عمله الدؤوب وعلى نشاطه وصداقته. يعني نحن بنعتز بصداقتك استاذ سليم. كمان بتشكر روز ماضي ملعب، وجه تحية إليك ويعطيك ألف عافية والله يقويك وينعاد عليكم هالعيد، وإن شاء الله بتعيدوا المية نحن وياك وإن شاء الله. وأنتوا أخوتوا المشاهدين بشكر متابعتكم لبرنامج جئتوا لأخدم على أمل اللقاء بموسم جديد. الله معكم، وهلأ نحن وياكم منشاهد الوثائقي. يدور المشهد في أربعينيات القرن الماضي. كان الشرق يخرج من مرحلة الاستعمار والانتداب ويدخل في عصر الحرية والاستقلال. يومها كان اللبنانيون قد ثبتوا بصماتهم في النهضة التي كانوا قد بدأوها منذ أكثر من جيلين، وكان لأبناء كفر شيما حصتهم، فبرعوا في الأدب والشعر والصحافة والفنون والعلوم، وكذلك في الرياضة، فأسسوا نادي الأدب والرياضة بمستوى يليق بفترة الإبداع تلك، حيث اجتمعت نخبة من أبناء البلدة وتبنت فكرة أديب خليل الفتى الذي اعتبر المؤسس والذي منح لقب الرئيس الفخري، فولد النادي. كانت عمدته الأولى مؤلفة من الرئيس وديع سليمان، نائب الرئيس إلياس أبو واكد، أمين السر عبد الله نصر، نائب أمين السر إلياس كنعان، أمين الصندوق رجا هاشم، نائب أمين الصندوق موريس خياط، والمستشارين ويليام سليم، شديد شهاب، فؤاد طعمي، وأنيس ضو. حازت العمدة الأولى
على العلم والخبر الرسمي من وزير داخلية جبل لبنان آنذاك في 7/1/1947 وتحت رقم 24. كان نادي الأدب والرياضة أول ناد رياضي ثقافي يحصل على ترخيص من سلطة مستقلة. عقدت عمدة النادي اجتماعها الأول بتاريخ 24/1/1947 في مقر النادي الكائن في ساحة العين آخر السوق التجاري في البلدة جار كنيسة سيدة الوردية الأثرية، وانطلقت من يومها الحكاية. توالت اللقاءات والأمسيات الأدبية والشعرية، واستضاف مسرحه فنانين مشهورين وواعدين. لعب الممثلون منهم أدوارهم الجميلة ومسرحياتهم المتعددة، والمطربون أبدعوا بأصواتهم وأغانيهم أعذب الألحان. كان للسينما وقتها رهجتها ومحبوها، فعرضت شاشته أفلام تلك الحقبة حتى اجتمعت تحت سقفه كل أنواع الآداب والفنون المعروفة والرائجة. لم يكن غريباً أن يكون النادي مقصداً للوزراء والسفراء والقناصل ورجال الصحافة وكل من يمت إلى النفس الحضاري بصلة. كيف لا؟ وقد افتتح مقره كل رجال دولة الاستقلال، بدءاً بفخامة رئيس البلاد الشيخ بشارة الخوري، ودولة رئيس مجلس النواب، ودولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ووزير التربية المعني الأول بأمور الثقافة وتعزيز مرافقها وأهدافها التي تشكل الأندية رأس حربة في حركتها وتطورها وانتشارها. تسلم الأمانة ومشعلها من عمدة وديع سليمان الأولى تباعاً الرؤساء مع حفظ الألقاب حن أمين المر، أمين جرجي صابر، توني قيصر كساب، رشيد نعيم القارح، غازي يوسف مدور، فريدريك ناصر نصر، توني خليل طعمي، شوقي نعيم القارح، توني فايق طعمي، فريد رشيد كلارجي فترة اليوبيل الذهبي، إليم ملحم صابر، فسليم بشارة الحاج نقولة منذ العام 2001. انهمكوا جميعاً بنشر رسالة النادي بنبلها وحلاوتها واندفاعها ونهجها، وشكلوا فرقاً لألعاب كرة الطاولة والمصارعة الحرة وألعاب القوى وكرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة، وحديثاً الألعاب القتالية كالتايكوندو والفكرية كالشطرنج، حتى غدا النادي منارة أدبية ورياضية في البلدة والوطن والعالم بإداريه وفنيه ورياضيه. ذروة الاستشراف والرؤية الشاملة كانت مع الرئيس أمين صابر الذي دفع خلال فترة رئاسته وبثبات إلى تأسيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة في 18 شباط 1964، واختير يومها الرئيس شوقي القارح كواحد من 3 مؤسسين أنجزوا ذلك. عاد وتسلم لاحقاً رئاسة الاتحاد سليم الحاج نقولة، حيث بقي رئيساً حتى العام 2020، لتتسلم الأمانة بعده ابنة النادي وبطلة لبنان ريتا بصيبس. الحرب المشؤومة. في منتصف السبعينيات تفاجأ الوطن بالحرب المشؤومة، ومقر النادي
الذي شهد انطلاقته وحركته عزه أصابته منها أضرار جمة استحال بكل أسف استعماله، فوجد في حضن مكتبة روبير أبو نمر الصفدي الموسيقية الفريدة في الشرق ترحيباً لإدارته، واستفاد رياضيوه من ملعب الثانوية القريبة، ودور المختار سهيل طعمي كان بارزاً في هذا الانتقال المؤقت، فاستعاد النادي الزخم والنشاط. هنا تتابعت إقامة الدورات واللقاءات والحفلات، ولم ينسى النادي كبار كفرشيما ومبدعيها وكبار فناني العالم العربي، فكرم شيخ الملحنين فيلمون وهبي بحفل كبير لا يتكرر أحيته ابنة كفرشيما المطربة ماري سليمان، وأيضا الموسيقار حليم الرومي بحفل ضخم أعادت فيه ابنته ماجد الرومي مشهد العظمة التي اعتاد عليها مراراً مسرح النادي. سنة 1999 اقترح وشارك النادي بتنفيذ مهرجان كفرشيما الفني الأول الذي ضم السيدة ماجد الرومي والسيدة ماري سليمان والموسيقار ملحم بركات والمطرب الكبير عصام رجي، إضافة إلى الأسطورة صباح. أقام النادي دورات رياضية وأمسيات ثقافية على أسماء مبدعين من كفرشيما كاليازجيين نصيف وابنه إبراهيم والأخوين سليم وبشارة تقلة مؤسسي جريدة الأهرام المصرية والياس فرحات الشاعر المهجري العبقري الفذ وناشر مجلة الأدب الشعبي زغلول كفرشيما الشاعر ميشيل القهوجي، ووقعت على منبره كتب الشعراء منير عبد النور كرمال عينيك أمير هليل بكرة أنا لبنان وسيدت الصدفة وكتابا تاريخ كفرشيما وتاريخ عائلاتها للمؤرخ والأديب نقول الفتى، مارون محولي درفتين مدى وملحم سليم القفير. شارك النادي أيضاً في لقاء ونقاش واسع حول أبحاث العالم والمفكر شبل الشميل، وحافظ النادي على عادات وتقاليد البلدة ومنها مفاقسة البيض يوم اثنين البعوث في دير مار أنطونيوس القرقفي من خلال تنظيم المنافسات سنوياً. برنامج الأول على الـ LBC الناجح جداً الذي كان يبث مباشرةً على الهواء ليوم كامل شهد ولادة أولى حلقاته في كنف النادي من إعداد رياض شرارة وتنفيذ المخرج القدير سيمو أسمر. انتقل النادي إلى دير مار أنطونيوس القرقفي للرهبانية الباسيلية الشويرية بمكاتبه وملاعبه لعقد من الزمن، واحتفل هناك في العام 1997 في فترة رئاسة فريد رشيد كلارجي وتحت نظر القديس أنطونيوس الكبير بيوبيله الذهبي، وأقام دورات ومهرجانات ومحاضرات وأمسيات ذهبية وجدد دمه لخمسين أخرى، انطلق بعدها ليستقر على أرض الرهبانية نفسها التي سمحت بإنشاء مجمع رياضي ثقافي لكل الألعاب والنشاطات.
حيث توج بإنشاء قاعة مقفلة تحت اسم الرئيس الفخري للنادي أمين جرجي صابر. وصار الحلم واقعاً ملموساً وحقيقة للحاضر ولمستقبل الأجيال. على امتداد هذه المسيرة الصاخبة والطويلة حصد أبطاله الكثير من الألقاب، واستحق نشاطه في 13/6 من العام 2019 بمناسبة اليوم الأولمبي العالمي، حيث مثل الأدب والرياضة لبنان، استحق تهنئة وتقديرا وتنويها من اللجنتين الأولمبيتين الدولية واللبنانية كواحد من أفضل وأنجح النشاطات تنظيما وإدارة على مستوى كل العالم. وتحضر هنا سيرة أبطاله الذين نذكر منهم موريس الحاج نقولة، ملك شقير وجوزيف شلهوب وريتا بصيبس وغيرهم كثراً. كما توج النادي أولاً في البطولات الجماعية للعديد من الفئات بمختلف الألعاب الرياضية. واليوم في 7 كانون الثاني من العام 2022 فترة رئاسة سليم بشارة الحاج نقولة، إذ يحتفل النادي بيوبيله الماسي بعد هذه السنوات 75 المثمرة، سيكمل الأدب والرياضة مسيرته التي بدأها متسلحاً بإيمان أبنائه وعزمهم وبدعم أهل كفرشيمة وسكانها الذين رفعوا النادي إلى الأعلى منذ التأسيس وإلى ما شاء الله. Εξομολογήστε το Κύριε.